انطلقت بعد صلاة المغرب من أمام مسجد الإمام حنيف النعمان في منطقة مخيم الحسين بالعاصمة عمان الأحد وقفة تضامنية حاشدة نظمتها الحركة الإسلامية ضمن مجموعة من الفعاليات التي تنظمها نصرة للأقصى الشريف. القدس فتحات الإسراء المحمدي وبركات المعراج إلى الله العلي. القدس نفحات سورة الإسراء وآلاء آياتها النيرات. القدس عزمات المجاهدين في صحابة من صحابة الرسول الأمين، وغضبة الصدق في يمين الناصر صلاح الدين. القدس جلجلة الحق في شموخ المآذن، وصلصلة السيوف في سواعد شراط جنة النعيم. القدس بوابة الإيمان على الحيارى المعذبين، ونافذة العدالة على البؤساء المظلومين، والقدس قلب فلسطين. الله أكبر، الله أكبر. والقدس قلب فلسطين، وفلسطين قلب الأرض المباركة، وهي اليوم تئن وتنادي وتصرخ. القدس نادت فلبوا النداء، وكونوا أسودا وكونوا الفداء، ففي أرضها قد تمادى العداء وحل الضلال محل الهدى. وألقى في المسيرة عضو كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي كلمة انتقد فيها وبشدة حالة الصمت العربي، مؤكدا عظمة الأقصى عند الله والمسلمين، داعيا إلى شد الرحال إلى القدس التي تعتبر قلب فلسطين النابض. نقف اليوم لنعلن وقوفنا مع أهلنا وشعبنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا وأسفارنا في سجون الاحتلال، لنقول للشعب الفلسطيني البطل أنكم قد سجلتم ملحم البطولة والفداء في سبيل تحرير الأرض والعرض والمقدسات. نعم الأيادي التي قاتلت من أجل فلسطين، نعم الأيادي التي قتلت جنود الكيان الصهيوني وهم يدافعون عن أنفسهم. هؤلاء الشباب من أم الفحم ومن كل أرجاء فلسطين مؤشر ناجح أن القضية الفلسطينية حي في قلوب الأمة العربية والإسلامية، حي في قلوب النساء والأطفال في فلسطين الحبيبة. إننا نقول اليوم ونعلن استنكارنا وإدانتنا المطلقة لكل نظام عربي أو إسلامي يقف مكتوف الأيدي لنصرة الكيان الصهيوني أو مد ومسافحة العدو الصهيوني، لأننا بيننا وبين العدو الصهيوني بحر من الدماء، بحر من الدماء. من يمد يده، من يتفق معه، من يعاهده فقد شارك بالمجازر التي ترتكب بحق شعبنا ونسائنا. ودعا العرموطي إلى إلغاء كافة الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وإلغاء معاهدة وادي عربة، مثمنا في ذات الوقت الدور الأردني وعلى كافة المستويات في نصرة الأقصى باعتباره الصوت الوحيد الذي طالب وبشدة من كيان الاحتلال بفتح الأقصى أمام المصلين وعلى الفور. هذه الوقفة الاحتجاجية في مخيم الحسين دليل على وقوف شعبنا وأهلنا مع فلسطين ومع المناضلين ومع الاستشهاديين، لنعبر عن سخطنا واستنكارنا للموقف الدولي والشرعية الدولية والقانون الدولي ولموقف جامعة الدول العربية. نقول اليوم هذا ظلم كبير أن يصمت وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة يكثر خير. الحقيقة الدولية اليوم بتبث مباشر وتقف مع نبض الشارع وهموم الوطن والمواطن، لنعبر موقفنا مع أهلنا وشعبنا. لذلك فالشعب الفلسطيني سينتصر بإذن الله، وأنه لأول مرة منذ 60 عاما اليوم لا تقام الشعب. أين القانون الدولي؟ أين الشرعية الدولية؟ أين اتفاق جنيف؟ أين مجلس الأمن؟ هذا يعتبر إخلال بالأمن والاستقرار الأمني والسلم العالمي.
لماذا لا يكون هناك موقف؟ لماذا يكون جامعة الدول العربية؟ أين الاتحادات البرلمانية؟ أين اتحاد محامين العرب؟ أين النقابات العربية؟ أين الأحزاب السياسية؟ لا بد من وقوف موقف رجل واحد للوقوف مع شعبنا ونسائنا وأطفالنا. ما قاموا به شبابنا من أم الفحم دليل أن مرتبطين بأرضهم ولن يفرطوا في ذرة من تراب فلسطين. فتحية لشعبنا وأهلنا ونسائنا وأطفالنا وفي سجون الاحتلال والذين يقارعون العدو الصهيوني صباح مساء في ظل الصمت العربي والإسلامي. وردد المشاركون العبارات الداعمة للأقصى وأهميته الدينية، مثمنين الموقف البطولي للشهداء الفلسطينيين الثلاثة الذين نفذوا عملية بطولية عند بوابات الأقصى وارتقوا عند ساحاته الشريفة. ومن حديد باب الأقصى، من حديد، من حديد باب الأقصى، من حديد، ومن حديد باب الأقصى، من حديد، من حديد باب الأقصى، من حديد، وما يفتح باب الأقصى للشهيد، ما يفتح باب الأقصى للشهيد، وما يفتح باب الأقصى للشهيد، ما يفتح باب الأقصى للشهيد، ومن جوخ باب الأقصى، من جوخ، من جوخ الأقصى، وما يفتح باب الأقصى للشيوخ، ما يفتح باب الأقصى للشيوخ.